بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. درس النهاردة قبل ما تبدأه ما فيهوش معلومات جديدة في ال HTML، هو بيوصف الفورم. كل شيء اتعلمناه في الدروس اللي فاتت في الفورم هنطبقها في درس واحد بس، وهنعمل فورم كاملة فيها البيانات اللي بنشوفها في معظم المواقع، وهنستخدم فيه CSS كتير جدا. فأنصح جدا لو انت لسه ما اتعلمتش كورس CSS تقدر تشوفه في القناة عشان تفهم الخواص اللي هتتكتب في الدرس النهاردة، وممكن تشوفه برضو من باب العلم بالشيء لحد ما تدخل في كورس السي اس اس. طيب ان شاء الله احنا هنبدأ طبعا من الصفر، كل حاجة من دي هنلغيها خلاص، يعني السكريبت ده مش محتاجينه، حتى خواص السي اس اس دي برضو هنكتبها من الصفر عشان الناس تشوف الفورم يعني هتتبني ازاي من الصفر. مجرد انا بس هسيب فورم سلاش فورم اهي، بس اللي هي بدأنا بيها الموضوع، فورم سلاش فورم، وهبدأ ان انا هشوف الشكل الاول اهو من الصفر، مفيش اي شيء مكتوب، وهنبدأ نشوف ايه اللي احنا هنبنيه. اول حاجة زي ما اتفقنا في الدروس اللي فاتت، هنعمل الفيلد سيت مثلا اللي هو هيبني لنا الحاجات اللي هي مثلا المعلومات الشخصية، وهكتب جوه الليجند اللي هو عنوان الفيلد سيت بيرسونال انفورميشن. البيرسونال انفورميشن دي بيكون فيها ايه؟ يكون فيها اليوزر نيم والباسورد والايميل، دي اول حاجه. يعني عندي ثلاث حقول، فيهم حقلين تكست وحقل باسورد. طيب والليبل، هكتب الليبل اهو، هكتب عليه يوزر نيم، وبتحت اليوزر نيم هكتب انبوت تايب بيساوي تكست، نيم بيساوي يوزر نيم، وفاليو مفيش، مش محتاجين الكلام ده كله خلاص. وبعدين هاجي هنا ليبل تاني وهكتب عليه باسورد، وهاجي هنا input type بيساوي input type بيساوي password، ونيم برضو بيساوي password. وبعدين اخر حاجة عندي في الحقول الشخصية اللي هو الايميل، نفس الموضوع input type بيساوي تكست برضو. وعلى فكره يا جماعه في ال HTML 5 عندي حقل اسمه ايميل، وبعدين في ميزات حلوه جدا بس لسه ان شاء الله اما ندخل في ال HTML 5 هنعرفه، وهكتب هنا ايميل. وبعدين طبعا خلصت الثلاثه وهعمل ريلود اشوف، ادي عندي الثلاث حقول بالشكل ده. طبعا التنسيق لسه هنعمل فيه شغل حلو جدا باذن الله. طيب هبدا بقى انسق بالسي اس اس. هبدا اول حاجه عندي بالفيلد سيت، ادي الفيلد سيت، هعمل له باك جراوند شباك 3 اف مثلا، وجسم الصفحه نفسه نعمل له باك جراوند 3 دي مثلا، والفونت اعمل ايه، خلي اريال في الانجليزي بيكون شكله كويس، هنشوف حالا. تمام، ممكن برضو نقلل الثلاثة دي للون زي ده، نشوف الشكل تمام مناسب شوية. وبعدين نيجي للفيلد سيت نكمل تنسيقاتنا، باك جراوند 3F بوردر 1 بيكسل سوليد شباك 3C هنا، ونديله بادنج 10 بيكسل عشان يكون في بادنج جواه، ومارجن بوتوم 20 عشان يكون في فرق من تحت بينه وبين كل فيلد سيت، او يكون شكله رقيق شويه زي كده. تمام، بعدين خلصنا الفيلد سيت، خلصنا جسم الصفحه كمان. نيجي للليجند، نقول له باك جراوند برده ممكن ابيض، البوردر هو اللي هيبين شكله ويخليه يبان ان ليه حدود يعني كويسة، ما يكونش نفس ال يكونش نفس الفيلد سيت، شايفين بالشكل ده كده. عملنا احنا الفيلد سيت والليجن شكله محترم يعني شوية، ونبدأ ان احنا نجيب العناصر اللي زي الليبل وعناصر الانبوت، ومثلا ايه تاني السيلكت، كل الحاجات دي هقول له ديسبلاي بلوك. يجي حد يقول لي يا جماعه يعني ايه ديسبلاي بلوك؟ زي ما انتم شايفين
يعني بتعامل معاملة البلوك. اتكلمنا عن العناصر في الدروس اللي فاتت، وعرفنا البلوك، العنصر البلوك اللي هو بيكون فيه بي ار قبليه وبي ار بعديه، بحيث ما يكونش فيه معاه، مش زي الان لاين، ما بيكونش معاه حاجة في نفس الصفحة. طيب تمام، هاجي عند الليبل لوحده بقى، نسقت انا كل ده، هاجي عند الليبل لوحده بس بعيدا عن العناصر كلها، اقول له مارجن داش بوتوم 5 بكسل مثلا، ريلود بالشكل ده او ممكن 10. تمام، وممكن الانبوت كمان نعمل له برضو اي نوع من انواع الانبوت. لاحظوا انا كاتب انبوت، يعني اي انبوت في الدنيا، اقول له مارجن داش توب 10 بكسل مثلا. هو اصلا معمول له مارجن توب، فهنخليه بوتوم، وبرضو احتمال نزود العشرة دي. تمام كويس كده، وبعد المارجن بوتوم 10 هقول له بادنج 10 بكسل برضو. الحقل من جوه يكون فيه بادنج بالشكل ده، شايفين؟ ممكن 10 تكون كبيرة شوية، ممكن نخليها مثلا 8. تمام بالشكل ده كويس، يعني مناسب شوية، نقدر طبعا ننسق زي ما احنا عايزين. عندي انا في البيرسونال انفورميشن برضو الليجند، لاحظت ممكن نخلي البادنج ده 10، يكون حجمه كبير شوية وكويس. تمام بالشكل ده، عندي يوزر نيم اهو، باسورد، ايميل بالشكل اللي انتوا شايفينه. واجي عند الانبوت برضو، ممكن اقول له ويتس مثلا 200 بكسل او 300 حسب ما نشوف. ممكن 300 بالشكل ده. تمام، شايفين الحقل شكله كبير وظريف ويعني مناسب شوية. الفيلد سيت ممكن نرجع له نزود البادنج فيه شوية، نخليه 20 من كل الجوانب بالشكل ده، برضو ظريف شوية اهو. كده عملنا يوزر نيم، باسورد، ايميل. فاضل هنا بيانات ايه تاني ممكن نختارها؟ متهيألي مفيش. كتبنا اليوزر نيم وكتبنا الباسورد، كتبنا الايميل. فاضل لنا حقل دلوقتي اللي هو مثلا في الرسالة، وحقل مثلا يختار منه الحاجات اللي هي المفضلة عنده مثلا، وحقل يرفع فيه مثلا السي في بتاعه كده. طيب هنعمل فيلد سيت تاني تحت ده، فيلد سيت سلاش فيلد سيت وليجند، نكتب ايه فيه يا جماعة؟ نكتب your favorites، حاجات المفضلة عنده. هنحط فيها بقى اللي هي الانبوت تايب بيساوي راديو، وبعدين النيم هيكون فيه الحاجات المفضلة عنده اللي هي بيشتغل عليها. طيب اول حاجة في النيم هنخليه الاديتور مثلا، وهنا هكتب جنب الاديتور، مفيش داعي للفاليو، احنا بنعمل فورم بس كشكل. كتبت انا النوع الانبوت راديو والنيم اديتور، وهكتب عند اول واحد مثلا نكتب عليه كومودو اديت. تمام، خلونا عشان نختصر الوقت، عندي انا 3 اهم كومودو اديت، هكتب نت بينز سبلايم تكست، دي المحررات الناس بتشتغل بيها. تمام، طبعا هنا عشان انا عملته كل الانبوت طبعا عملت لهم ويتس، فعملوا مشكله هنا. المفروض الويتس ده اللي يكون للتكست وال يعني الانبوت ده والبادنج هيكون للتكست، الانبوت تايب تكست والباسورد، مش لكله، لان الراديو ده شاملهم بالشكل ده، شايفين؟ وحتى البلوك برضو ما يكونش للراديو عشان الكلام يجي معاه في نفس السطر. طيب دي احنا هنعالجها ببساطه، مفيش مشكله خالص. هاجي انا عند الانبوت الاول نشوف شكله. اوكي، طيب احنا هنا هاجي انبوت تايب بيساوي انبوت تايب بيساوي تكست، وعندي ايه تاني؟ انبوت تايب بيساوي باسورد، ودول هديهم الخواص اللي هي البادنج والويتس دي. تمام قبل اي حاجه، اوكي ظبطنا دي خلاص. فاضل لنا هنا اللي هي العناصر البلوك. طيب ايه تاني ممكن منحتاجش نعمل له بلوك؟ تعالوا ناخد البلوك دي نحطها برضو للانبوت تايب تكست والانبوت تايب اللي هو الباسورد اللي فوق بس، اللي هم دول. تمام لحد كده كويس جدا، ما عندناش مشكلة. هنا كل حاجة اتظبطت خلاص، فمفيش داعي ان انا اعمل انبوت لكله، لان هو اثر طبعا على كل حاجة. هنشيل دي خالص، وهنا كل شيء سليم، ما عندناش مشكلة، الليبل سليم، الانبوت سليم، نفصل بس بينهم.
حد هنا يا جماعه كله تمام. الانبوت تايب دوت تكست والانبوت تايب باسورد عملت لهم التنسيق اللي انتم شايفينه قدام عينيكم ده، اللي هو بادنج 8 في حقول الادخال دي، والديسبلاي بلوك والويتس، ادي الويتس كمان ديسبلاي بلوك معاهم والويتس 300 بكسل كده. لحد دلوقتي كله تمام، ريلود زي الفل، مفيش اي مشكله. طيب عندي انا قلت له دي الحاجات الفيفوريت بتاعته، وعنده هنا كومودو نت بين سب لاين، فاضل بقى ايه احط الليبل اللي هو بيقول له ايه الحاجات دي. يعني هاجي اقول له ليبل واكتب هنا يور فيفوريت تكست اديتور، احسن تكست اديتور انت بتشتغل عليه مثلا اهو. طبعا جاي معاهم في نفس الصف فمش هينفع، احنا عايزينهم كلهم يكونوا بلوك. فاكتر من حل نقدر نعملهم، اما بالبي ار زي ما اتفقنا، او بان انا احطهم كلهم مثلا جوه ديف مثلا، او في اكتر من حل. يعني الانبوت ده يكون كله على صف واحد، برضو الشكل مش وحش، او ان انا اكون عايزهم زي المره فاتت يكونوا تحت بعض برضو مفيش مشكله. اوريكم الشكل اللي انا اقصده اللي هو كده بالشكل ده، ونفس الموضوع في الليبل اهو. تمام تمام. طيب الليبل طبعا انا ممكن اعمل له بلوك زيهم، نرجع تاني عند الليبل، الليبل معمول له مارجن بوتوم 10 بكسل، واقول له ديسبلاي بلوك، خلاص كده الليبل اي ليبل في الدنيا اهو، مش محتاج ان انا اعمل له بي ار، خلاص وصلنا للليبل مش محتاج بي ار، حلو جدا. وهنا اللي هي الانبوت تايب راديو حاطط لها بي ار علشان تكون تحت اخر واحده، مش محتاجين عشان تكون كلهم تحت بعض. بدون ما ندخل في ديفات وندخل في تنسيقات فرعيه، انا عايز بس اوري لكم الشكل في النهايه هيكون عامل ازاي. طيب اخترنا الفيفوريت تكست اديتور، فاضل لنا حاجه ثانيه ننسخ ده كله عشان اختصر الوقت على الناس. يور فيفوريت مثلا براوزر، تاني حاجه اللي هو المتصفح اللي انت بتشتغل عليه براوزر، والنيم سميه براوزر عشان يبدا يختار منه، وهكتب هنا جوجل كروم موتزيلا فايرفوكس زي المره فاتت، وهنا اوبرا كده. عندي ثلاثة تحتهم على طول your favorite browser بالشكل ده. وممكن اجي انا هنا اروح اعمل HR horizontal line عشان يعني خط بينهم كده، ممكن برضو نتحكم بالخط ده نخلي شكله حلو شوية. نيجي هنا HR هقول له مثلا width 50%، او بلاش الwidth خليه ياخد شاشة كلها، هقول له مثلا بوردر 1 بكسل سوليد، شباك لون مثلا زي 3 اي ده يكون شفاف شوية، شباك 3 اي بوردر اهو مظبوط بالشكل ده. تمام يعني شكله ظريف شوية، مش شاذ يعني، حس ان انا اقدر اختار اهو 3 حاجات. وهنعمل اخر اتش ار تاني، طبعا عامل التنسيق على جميع ال HR اللي في الصفحة، يعني مش محتاج اديله كلاس معين. وهنا ممكن يا جماعة نختار ايه تاني، اخترت ال Text Editor، ممكن اقول له Operating System احسن Operating System بتشتغل عليه، وهنا هكتب OS ان هو Operating System OS OS. ممكن بعدين اختار Apple Macintosh مثلا، لينوكس عشان الاسم يكون مختصر، ماك او اس اكس، ولينوكس طبعا ويندوز. وبعدين اشوف اخر واحد عندي اهو يور فيفوريت اوبريتنج سيستم ماك ولينوكس ويندوز. كده الشخص كتب اليوزر نيم الباسورد الايميل، وعندي يور فيفوريت الحاجات اللي هو بيختارها. وبعدين يكون عندي بقى اخر حاجه اخر فيلد سيت، عندي فيلد سيت الاخير برضو نحط فيه الليجند، ممكن نكتب فيها ايه your message، يكون فيها الرسالة والtext area. طيب اول حاجة الرسالة، اول حاجة مثلا هنا الرسالة اوكي، نكتب text area slash text area وهسيبها فاضية. وممكن انا بدل ما اختار هنا select box، انا طبعا عايز اوزع كل اللي احنا شرحناه، ممكن اجي هنا
احط واحد ليبل جديد في البيانات الشخصية واقول له جندر اللي هو النوع، واحط هنا سيلكت بوكس، والسيلكت بوكس ده هيكون فيه 2 اوبشن، ميل واوبشن تاني فيميل، وادي الجندر. وبعدين نشوف الشكل. تمام، الجندر ميل وفيميل، هو يقدر يختار بينهم الحاجة اللي هو عايزها. طيب تعالوا نيجي عند السيلكت هنا، سيلكت خلونا نقوله مثلا بادنج. طبعا يا جماعة السيلكت بوكس تنسيقه بالسي اس اس في شوية حاجات معقدة، وفي حاجات عشان تعملها لازم تستخدم جافا سكريبت وشغل يعني كتير يعني، فالافضل ان احنا ما ننسقوش خالص، خلينا في شكله العادي عشان ما يخربلناش حاجة. اصبح عندي البيانات الشخصية، يوزر نيم، باسورد، ايميل، والجندر يختار منه الميل او فيميل. الفيفوريت يور مسج هيكون فيها التكست اريا، خلونا نظبط التكست اريا فاضية اهي. تعالوا بقى ننسقها بالسي اس اس زي ما اتفقنا قبل كده، مش هحط الخواص بتاعتها كده. تكست اريا طبعا قلت له تكست اريا كله شاملك كل، مش مديها كلاس معين. لو انت عندك اكتر من تكست اريا لازم تدي لكل واحدة كلاس معين. اول حاجة اقول له البادنج 10 بكسل اللي هو الهوامش الداخلية، هقول له مثلا ويدث 300 بكسل وهايت هايت مثلا 400 او 300 برضو بالشكل ده. تمام اهي، بس برضو شايف الهايت عالي جدا، اعكس بقى خلي الهايت 200 والويدث 400 بحيث تكون عريضة وشكل المستطيل. تمام، ادي المسج بتاعتي، وتحت المسج بتاعتي هحط انا اللي هي الانبوت تايب بيساوي submit، وبعدين value بتساوي send your data بالشكل ده، واقول له reload. طيب زي ما انتم شايفين الزرار هنا الانبوت تايب بيساوي submit، لازم اعمل له بلوك هو كمان علشان يجي تحتهم، او مثلا ممكن التكست اريا نفسها اعمل لها برضو. خلونا نشوف هنا التنسيقات بتاعت الانبوت، input type text padding 8 width 300 display block، حلو برضو ينطبق عليها يعني، ممكن نحط معاهم التكست اريا هنا لان ينطبق عليها اللي احنا محتاجينه كله. تكست اريا اهو، البادنج 8 والويدث 300 والديسبلاي بلوك، حلو. هاجي عند التكست اريا لوحدها، البادنج 10 خلاص هو 8 فوق مش محتاجه 10، ويدث 400 ما فيش مشكله، ممكن يعمل اوفررايد على اللي فوق دول، هو قدهم هنا اكبر منهم، لا خليه قدهم برضو ما فيش مشكله، خليه برضو زيهم 300. يبقى انا بس مزود عليه لوحده اللي هو 200 واصبح بلوك زي ما انتم شايفين اهو. وبرضو هاجي عند التكست اريا اقول له مارجن داش بوتوم 10 بكسل مثلا، ريلود بالشكل ده. تمام شايفين لما اجي اكتب هنا هي مظبوطه ما فيهاش اي مشكله. زي ما انتم شايفين عندي فورم بالشكل ده، نشوفها في مواقع كتير. البيرسونال انفورميشن، يوزر نيم، باسورد، ايميل، اختار جندر ميل فيميل، اللي هو الفيفوريت بتاعتي الحاجات اللي انا بحبها كومودو، عندي الفيفوريت براوسر جوجل كروم مثلا، وعندي الاوبريتنج سيستم احسن اوبريتنج سيستم الماك واللينوكس هم. وبعدين ايه تاني عندي، السيلكت اللي هو التشيك بوكس. طيب شايفين انا هنا استخدمت راديو، هنا راديو، هنا راديو. طيب لو انا استخدمت هنا تشيك بوكس بالشكل ده، ده تشيك بوكس وده تشيك بوكس، واجي هنا هشيل النيم دلوقتي والفاليو، احنا قلنا ده شكل برمجي مش شكل بس مش محتاجين برمجة، وبعدين اعمل ريلود بالشكل ده. شايفين مفيش حاجة اختلفت غير ده اصبح تشيك بوكس. شايفين ايه ميستري تشيك بوكس، اقدر اختار مالتيبل تشويس. يعني انا دلوقتي في الاول هنا انا ليه عملت ده راديو بنفس النيم، انا عايز الشخص يختار مثلا، طبعا انا عايز الشخص يختار واحد بس من الثلاثه، مش عايزه يختار اكتر من واحد. طب افترضنا ان الشخص انت عايز تديله مجموعه محررات وعايزه يختارهم كلهم، ممكن الشخص يكون بيحبهم كلهم. طيب مثلا انا بحب الماك واللينوكس مش بحب الويندوز، فممكن اختار الاثنين بس. طيب انا ممكن اكون عايزه يختار واحد بس من الثلاثه، واحد من الثلاثه، فبعملهم راديو زي كده واديله كلهم نفس النيم، فيضطر لازم يختار واحد منهم بس. لكن التشيك بوكس هنا بدون فاليو بدون اي شيء، اختار الفيفوريت سيستم، ممكن الاوبريتنج سيستم، ممكن انا اختار الثلاثه، الثلاثه بشتغل عليهم اهم، اخترت الثلاثه. حتى الراديو لو انا عملت لكل واحد نيم مختلف هيعمل نفس عمل التشيك بوكس، بس مش هيبقى ليه لازمه ساعتها اختار التشيك بوكس،
مادام الشخص انت عايزه يعمل مالتيبل تشويس تختار تشيك بوكس، لان التشيك بوكس معموله عشان هو يختار حاجتين، الراديو دي معموله ان هو يختار واحده من الثلاثه من الاربعه من العشره، هو دي فايدتها اختار حاجه من كله. هنا تشيك بوكس بعلم على اكتر من خيار. طيب خلاص ريلود، وعرفنا اللي تشيكت وكل حاجه شرحناها في درس الفور. وزي ما انتم شايفين يا جماعه، يوزر نيم، باسورد، ايميل، اخترت كومودو، جندر فيميل، اخترت جوجل، ماك، كتبت اي مسج واقول له سند. كل البيانات اللي انا كتبتها زي ما انتم شايفين اتبعتت، الايديتور يساوي اون. طبعا الايديتور انا مش عامل له فاليو فمش هيبعت، مش هيفهم اي حاجه. والبراوزر نفس الموضوع، لازم اعمل له فاليو عشان يطلع لي هنا الايميل اهو، الباسورد اهي، اليوزر نيم اهي، كل شيء اتبعت علشان انا اعمل له الفاليو بتاعته. كل حاجه ما عملتلهاش فاليو مش هتتبعت فوق، لازم يكون في فاليو جوه الفورم للحاجه عشان تتبعت. طب تعال نشوف ايه اللي مش معمول له فاليو. يوزر نيم اتبعت، باسورد اتبعت، ايميل اتبعت، الجندر ميل وفي ميل ما اتبعتش. شايفين مفيش جندر هنا. اوكي نيجي عند السيلكت بوكس، سيلكت واقول له نيم بيساوي جندر اهو، وهنا اوبشن فاليو بيساوي، ممكن الاوبشن تكون نفس، يعني ممكن الاوبشن تكون نفس الاسم المكتوب في التكست مفيهاش مشكله، فاليو بيساوي في ميل، عندي ميل وفي ميل، وهرجع باك بالشكل ده او اعمل مثلا ريلود، هيدي باك بعدين ريلود، هكتب تاني يوزر نيم واحد، باسورد واحد او خليها اتنين، ايميل تلاتة، الجندر مثلا في ميل مثلا كومودو، الحاجات دي كلها انا مش حاطط لها فاليو مش هتتبعت، هبعت هنا سند. ادي اليوزر نيم واحد، باسورد اتنين، ايميل تلاتة، جندر في ميل، شايفين عشان عملت لها النيم بتاعها. برضو اديتور اون مفيش، براوسر اون مفيش، لاني انا ما عملتلوش فاليو يقدر يختار منه حاجه من الحاجات اللي انا اخترتها. كده يا جماعه انا وريت لكم شكل الفورم، وان شاء الله يكون شكلها حلو وعجبكم. وعشان تعرفوا انتم ممكن ان شاء الله بالسي اس اس تعملوا ايه، وطبعا تقدر تعمل ابداعات اكتر من كده بكتير جدا. يعني كل اللي انا عامله ده بس مجرد شكل يعني تجريبي، ممكن اقول له مثلا ويدث 500 بكسل واقول له مارجن، احنا قلنا مارجن بوتوم 20، وممكن اقول له مارجن 20 بي اكس اوتو، بحيث يبقى 20 من فوق و 20 من تحت وفي النص عشان الفورم تيجي في النص، وصغر شكلها شويه بالشكل ده اهو. ممكن برضو اعملها في اي موقع تكون بالشكل ده، الفورم تيجي في النص اكتب فيها اللي انا عايزه. ممكن اجي اقول له الاي، يعني ممكن اقول له الانبوت ده يكون الويدث بتاعه 100%، ياخد الفورم كامله. نفس الموضوع في التكست اريا، ياخد المكان كله كامل. يهمني بس تكونوا عرفتوا الطريقه. يا رب الفورم يكون شكلها جميل وعجبكم، وتكون بسيطه وما فيهاش اي يعني تعب. واي سؤال يخص الفورم والدروس اللي فاتت تقدروا تسالوني في القناه ان شاء الله، واشوفكم في درس جديد باذن الله، وشكرا.